السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم محبي الطيور. نحن اليوم على موعد مع الحديث عن طيور الفشر والروز. طبعا طيور الفشر والروز من الطيور الجميلة جدا، تتميز بالألوان الجميلة الجذابة، وهي من الطيور شديدة الخوف، وتتميز بأنها طيور شرسة. يعني احنا بنلاحظ ان هي يعني عندها جبن شوية او عندها خوف شوية، فممكن حضرتك تجيب العصافير ديت وتلاحظ ان انت ما بتشوفهمش، لان انت بمجرد ما تدخل عليهم الغرفة فبتلاحظ ان الطيور مباشرة دخلت الى البياضة، لان الطيور ديت عندها خجل شديد جدا وعندها خوف شديد جدا. طبعا احنا بنقول عشان عملية التزاوج تنجح، عملية التزاوج في طيور الفشر والروز، الأفضل إن أنت ما تجيبش مجموعة زغاليل. يعني في بعض الناس تجيب مجموعة زغاليل وتربيها بحيث إن هي بعد كده تقوم بعملية التزاوج بينهم، فده طبعًا بيقعوا في مشكلة كبيرة، إن ممكن بعد بلوغ الطائر بيحصل إن بيطلعوا مثلًا بنتين أو بيطلعوا ولدين، فدي طبعًا مشكلة كبيرة، لأن التميز والتفرقة بين الذكر والأنثى في طيور الفشر والروز بتحتاج إلى خبرة كبيرة جدًا، وبتحتاج إلى إنسان عنده معلومات واسعة جدا وعنده دقة في التمييز بين الذكر وبين الأنثى. وطبعا الحل الوحيد عشان يميز لنا بين الذكر والأنثى هو التحليل، تحليل الدي ان ايه. فالمسألة طبعا صعبة، فبنقول الأفضل ان انت تجيب جوز شغال من عند إنسان مصدر موثوق، يعني خلاص يكون الزوج ده هو متوالف الذكر مع الأنثى. لأن طبعا لو انت جبت ذكر من مكان معين وأنثى من جهة معينة، وعشان حضرتك تقوم بتوليف الذكر على الأنثى، ده بيحتاج مجهود كبير جدا، وممكن طبعا الأنثى تتأخر جدا على ما يتم التوالف بينها وبين الذكر. طبعا في طرق كتيرة للتوالف بين الذكر والأنثى، لكن الأفضل ان انت تجيب الذكر والأنثى جاهزين متولفين، جايبهم من عند مصدر موثوق، ده يكون الأفضل. وده طبعا بياخدوا وقت شوية على ما ياخدوا على المكان، لأن تغيير المكان بيؤدي إلى يعني وقت شوية على ما الطيور تبدأ تولف تاني وتبدأ تحس بالأمان وتحس إن المكان دوت أصبح جزء متجزئ من حياتهم. ما ينفعش إن أنت كل شوية تغير الإيه، تغير القفص. اسمعوا يا جماعة معايا بقى، إحنا دلوقتي عشان نشوف مسألة عصافير الروز. عصافير الروز والفشر، طبعا الفرق بين الفشر والروز هي حدقة العين. هنشوف زي ما احنا شايفين كده، الفشر بنلاحظ ان في اهو زي ما احنا بنبص كده في حدقة اللي هو البياض ده، هو بياض العين، انما الروز ما فيش فيه حدقة العين. ده اللي بيفرق بين طيور الفشر وطيور الروز، رغم انهم كلهم جايين من نفس الايه، من نفس الفصيل. طبعا احنا عندنا يا جماعة لازم نعرف كويس قوي ان طيور الروز بتبيض يوم وترتاح يوم، يعني يوم ويوم تبيض يوم وترتاح يوم او ترتاح يومين. طيب لو العصفورة باضت يوم وريحت 3 أيام مفيش فيه مشكلة، بس خلي بالك لازم تتابع، يعني لأن لو العصفورة باضت يوم وريحت 3 أيام لازم تتأكد إن مفيش فيه مشكلة. لو العصفورة باضت يوم وريحت 4 أيام، لا يبقى في حاجة بقى، في حاجة مش طبيعية. هي باضت بيضة واحدة وبعد كده ريحت 4 أيام، لازم تخلي بالك إن ممكن يكون في مشكلة، ممكن يكون في احتباس للبيضة، في عملية حصر للبيضة، البيضة مش قادرة تطلع، في عملية عسر في إخراج البيضة، فلابد إن أنت تتدخل حتى لا تموت الأنثى. طبعا طريقة إخراج البيضة من العصفورة اللي أصابها الحصر وأصابها عسر إخراج البيضة، طبعا هتلاقيها على الإيه، على الإنترنت، وإن شاء الله نبقى ننزل فيديو بيتكلم عن طريقة إخراج البيضة من العصفورة اللي حصل لها حصر وحصل لها عسر في إخراج البيضة. يبقى شوف بقى اهميه متابعه الايه، متابعه العصفوره وهي بتبيض. عشان كده لازما ان انت والعصفوره وعصفوره الفشر او الروز او اي نوع من انواع العصافير في حاله وضع البيض، انت تزود الخضروات وتزود الايه الفاكهه، عشان بتعمل عمليه تيسير وسهوله لاخراج الايه، لاخراج البيضه. طيب احنا عندنا انثى الفشر او الروز كم تضع من البيض، كم بيضه بتضعها في العش؟ طبعا عصفورة الفشر او الروز بتضع من يعني من 3 إلى 7 بيضات، يعني ده يعني غالبا هي بتضع ايه 4 بيضات غالبا، ممكن تضع لحد 8 بيضات، دي حالة نادرة يعني نادرا، والله بقى كل انسان يعني تبع ايه، تبع رزقه، لكن احنا بنقول الغالب، احنا بنتكلم على الغالب. في حالات يعني شاذة، يعني ممكن واحد يقول لك ده باضت عندي مثلا 8 بيضات، او واحد مثلا يقول 9 بيضات، والله دي حاجات شاذة، انما احنا بنقول في الغالب ان هي مثلا ايه 4 3
مثلا 5 6، يعني ده الايه، ده الغالب. في حالات نادرة بقى ممكن تبيض 7 أو تبيض 8. طيب بالنسبة لفترة الرقاد على البيض، فترة تحضين البيض، والله فترة تحضير البيض بتختلف أيضا باختلاف درجة الحرارة، باختلاف الجو. يعني مثلا في بيئة معينة، مثلا بيئة حر، ممكن العصافير تفقس، البيضة تفقس على 20 يوم. يبقى احنا معانا المدة المحددة اللي بتفقس بيتم فيها فقس البيض من بتتراوح من 20 يوم لحد 26 يوم. ده بيرجع لدرجة البرودة، لدرجة برودة الجو. يعني درجة البرودة شديدة مثلا، فده بيؤدي بنا إلى أن البيض بتأخر في الفأس، فممكن يصل إلى 26 يوم. والله بعد 26 يوم بقى تبدأ أنت تقلق، تخاف أن البيض ده هو ممكن يكون مش مخصب، أو ممكن يكون البيض ده هو حصل فيه كبس للجنين ومات الجنين. فمهم جدا انت تعرف المدة المحددة اللي بيحصل فيها فأس البيض، واللي هي بتتراوح من 20 يوم الى 26 يوم. والله الافضل ان انت تكشف عن البيض، والله يعني لو استطعت ان انت تكشف عن البيض، لان طبعا طيور الروز والفشر طيور قلاقة، فانت ما تقعدش كل شوية يعني ايه تطرد الطيور من العش او تقعد تقلب في البيض، فده طبعا ممكن يتسبب في فزع الطيور، لان احنا زي ما قلنا ان الطيور الفشر والروز طيور يعني ايه بتتميز بالخجل او الخوف الشديد، فبالتالي هي ممكن ما تشعر بعدم الامان وممكن تهجر العش. فيا ريت ان ما يعني ايه ما تحاولش ان انت كل شوية تقعد تقلب في البيض، يعني في وقت ضرورة فقط تبدأ تكشف عن البيض عن طريق الكشاف، وتشوف. طبعا احنا عارفين ان طريقة الكشف عن البيض بتتم بسهولة جدا، بتسلط الكشاف على البيضة، والله لو لقيت في البيضة عروق حمراء يبقى ده دليل على ان البيضة فيها جنين. المسألة دي بتتم من 7 أيام لـ10 أيام بعد الرقود على البيضة، من 7 إلى 10 أيام. طبعا في ناس أهل خبرة ممكن يعرفوا المسألة ديت بدري عن كده بكتير، لكن أنا بقول لك يعني من إيه، من 10 أيام كده اكشف عن البيضة. لو لقيت في البيضة عروق حمراء أنت يعني بمجرد ما تسلط الضوء الكشاف على البيضة هتعرف إن كانت بيضة مخصبة أو بيضة غير مخصبة. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ده النهاردة، وإن شاء الله نلتقي بكم في فيديو قادم. لا تنسوا دعم القناة والاشتراك بها والإعجاب بهذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.